لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. اكمل فيه والله لو فاضيه بقى، يعني لو عندي شغل اسيب الشغل بقى ولا عم بلاقي. اوكي مفيش مشكله. اقول لهم ان انا انبسطت بصراحه لما احنا كلنا كنا قاعدين، حسيت انه لا احنا متحمسين قوي وكل واحد فينا عايز يعمل يعني اقصى ما عنده ويبذل مجهود، فانا حاسه ان احنا متحمسين ككل يعني كاست وكرو كل الموجود في المشروع، فانا حابه الفايبس دي يعني حابه الطاقه الموجوده، ويا رب تفضل تكمل كده لحد الاخر ان شاء الله. اقول لهم احنا هنكسر الدنيا يا رب ان شاء الله، وهنقدم حاجه بجد تبسط الناس كلها، وعلى قد ما احنا بنتعب دلوقتي وبنبدا ان احنا نركز ونحضر ونذاكر، على قد ما ربنا ان شاء الله هيدينا على قد تعبنا ده باذن الله. والله السؤال ده ما عنديش اجابه ليه، بس يعني ان شاء الله ان شاء الله. الناس ما بين كانت بتنتقده وبتحبه في نفس الوقت، انت واجهتي ده بصيتي على ده وبس. بص انا كنت بقى مستعده لل يعني كنت عارفه ان احنا كده كده هيبقى في انتقادات وفي ناس مش هتبقى قابله انه الابطال اتغيروا وان احنا بنناقش حاجات ما ينفعش تتناقش، بس بص يعني انا مش عايزه اتكلم في التفاصيل دي، بس برضو هرجع واقول لك انه على قد ما في ناس انتقدت على قد ما في ناس انبسطت، ولو احنا ما كناش نجحنا ما كناش عملنا جزء خامس يعني اعتقد. كم عقد جواز بيجي لك؟ لا ما الاسئله دي مش هرد عليها. ايه يا جماعه الاسئله دي يا جماعه؟ يعني الاستاذه دي انا بحبها جدا، انا بحب ياسمين جدا، لا ما فيش حاجه بتضايقني بالعكس، ده هي قمر يعني. لا لا خالص والله بالعكس، هي بالنسبه لي قمر، فانا ليا اتضايق يعني ست حلوه. بس بهلول ده حبيب قلبي يعني، هو اقول له كل سنه وانت طيب يا عم صلاح يا حبيب الكل.